يشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات البرلمان العربي المنعقد في القاهرة، حيث أصدر البرلمان العربي بيانا عبر من خلاله عن رفضه للتدخلات الإيرانية في شؤون المملكة العربية السعودية وشؤون الدول العربية ككل، بالإضافة إلى إدانة ما تم اكتشافه من خلية إرهابية في البحرين ومحاولات للتدخل في شؤون المملكة. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيسة الوفد المشارك. مساء الخير وأهلا بك أستاذة. بتفصيل أكثر سعادة الأستاذة، ماذا تضمن بيان البرلمان العربي؟ طبعا جاء بيان البرلمان العربي اليوم في الجلسة العامة حول الأوضاع في البلدان العربية، وجاء متضامن وداعم لهم، خاصة في سوريا والعراق واليمن وفلسطين، وكذلك إنهاء حل قضية الجزر الإماراتية، ويمكن بشكل خاص جاء فيما يتعلق بالإرهاب، ما تواجهه الدول العربية من مخاطر وإرهاب بشكل عام، وتناول أيضا بشكل خاص دعم ومساندة المملكة العربية السعودية حقيقة لما تعرضت له مؤخرا من القنصليات والبعثات الدبلوماسية سواء من المباني والتخطيطات. طبعا واجب الدول العربية اليوم أن تقف وتدعم وتساند المملكة العربية السعودية التي طالما تعودنا مساندتها ودعمها ومواقفها المشرفة تجاه سائر الدول العربية، موقفها في عملية إعادة الأمل والتحالف، قيادة التحالف العربي في اليمن الشقيق. نعم. كما تضمن أيضا البيان اليوم الدانع الكشف عن الخلية الإرهابية مؤخرا في البحرين، واللي طبعا يجتمع كل الإدانة في العملية في المسائل المتعلقة في الإرهاب، هي إدانة التدخل السافر من إيران في الشأن الداخلي سواء للدول بالذات الخليجية، نعم. وكذلك بالنسبة لعدم احترام سيادة تلك الدول في بعثاتها الدبلوماسية كما حدث مؤخرا في مشهد وطهران، نعم. بما يخالف اتفاقية فيينا. نعم، بالإضافة إلى ذلك، ما هي أبرز التوصيات التي خرج منها البرلمان العربي في جلسته اليوم بمقر جامعة الدول العربية؟ اليوم طبعا تم مناقشة أهم بنود اليوم، هو اعتماد والموافقة على وثيقة الشباب العربي اللي قام طبعا بإعدادها لجنة المرأة والطفل والشاب في البرلمان، وهي وثيقة جامعة تتضمن كافة التنمية واستثمار الطاقات الشبابية في الوطن العربي، مسؤولية الدول العربية، مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية القطاع الخاص. فحقيقة طبعا هي تتكون من 26 مادة تم استعراضها وتم الموافقة عليها واعتمادها، وسترفع إن شاء الله للجامعة الدول العربية ليتم طبعا عرضها على الرؤساء والقادة، ومن ثم يعني تعتبر أحد الصكوك اللي تكون معتمدة في مجال تمكين وتنمية الشباب العربي. نعم. بالإضافة اللي احنا كنا تطرقنا إلى مشروعات، عدد من المشروعات القوانين، وكذلك في اتفاقيات الجماعية اللي متعلقة في الدول العربية من حيث مكافحة تمويل الإرهاب وأيضا غسيل الأموال لتمويل الإرهاب. وتم طبعا الاجتماع في هذين الاتفاقيتين حيث تم التركيز كيف يتم التعاون العربي لمنع مكافحة الجرائم الإرهابية، نعم. كيف آلية نعم. تنفيذ هذا التعاون، نعم. وكذلك يعني باعتبار أنها راح تكون يعني ضمن الشكوك القانونية الدولية التي تعمل على منع الإرهاب. نعم سعادة كمان هناك الأستاذة. عدة نعم. مواد قوانين متعلقة في التشريعات الاقتصادية تم اعتمادها ليتم نقلها للجامعات الدول العربية. نعم سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيسة الوفد المشارك البرلماني، من كنت معنا في القاهرة، شكرا جزيلا لك.